السلام عليكم طلاب الصف الثالث. الواجب المنزلي. الطقس. The weather. Let's read the paragraph for this week. أنا أحمد أعيش في دبي. الطقس في فصل الربيع معتدل والشمس مشرقة. وأرتدي ملابس ملونة وتتفتح الأزهار. أذهب إلى الحديقة مع أسرتي وألعب مع الفراشات. بينما في فصل الخريف الطقس عاصف وتصبح أوراق الأشجار صفراء وتكون هناك رياح شديدة. وفي النهاية أود أن أخبركم بأن فصل الشتاء في دبي هو أفضل شتاء في العالم. The new words. فصل الربيع. فصل الربيع. Spring. أرتدي. أرتدي. Wear. ملابس. ملابس. Clothes. ملونة. ملونة. Colorful. تتفتح. تتفتح. Bloom. الأزهار. الأزهار. Flowers. الفراشات. الفراشات. Butterfly. فصل الخريف. فصل الخريف. عاصف. عاصف. Windy. رياح. رياح. Wind. شديدة. شديدة. Strong. تتساقط. تتساقط. Fall down. أوراق. أوراق. Leaves. الشجر. الشجر. Trees. Let's revise. الصيف. الصيف. Summer. الربيع. الربيع. Spring. الشتاء. الشتاء. Winter. الخريف. الخريف. Autumn. فصل الصيف. Summer season. فصل الربيع. Spring season. فصل الخريف. Autumn season. فصل الشتاء. Winter season. Let's revise some expressions we learned this week. أفضل. أفضل. Prefer. أنا أفضل فصل الربيع لأنه معتدل. أنا أفضل فصل الربيع لأنه معتدل. I prefer spring season because it is moderate. أنا أفضل. أنا لا أفضل. I don't prefer. أنا أفضل فصل الربيع لأنه معتدل. ولا أفضل فصل الصيف لأنه حار. أنا أفضل فصل الربيع. I prefer spring season لأنه معتدل. Because it is moderate. ولا أفضل فصل الصيف. I don't prefer summer season لأنه حار. Because it is hot. أنا يعجبني فصل الخريف.
لأنه عاصف. I like autumn season because it is windy. أنا لا يعجبني فصل الخريف لأنه عاصف. I don't like autumn season because it is windy. The last one.